صباح الخير يا أحبائي، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم يا صغاري سنتعرف على الجملة الفعلية التي تتألف من فعل وفاعل وجار ومجرور. تابعوا معي وانتبهوا جيدا للشرح. بداية سأقرأ عليكم هذا النص. خبز مرقوق. دخل الثناء إلى المطبخ فوجدت جدتها تنخل الطحين في المنخل. أسرعت لمساعدتها. أضافت الجدة إلى الطحين الماء والملح والخميرة. بعد ذلك قطعت العجينة إلى أقراص صغيرة، ثم تحول العجين في الفرن إلى أرغفة شهية. الآن يا صغاري تأملوا معي هذه الجملة. دخل الثناء إلى المطبخ. ما نوع هذه الجملة؟ طبعا كما تلاحظون تبدأ بفعل، إذن هي جملة فعلية. حسنا يا صغاري، أين هو الفاعل؟ نعم، الفاعل ثناء. كلمة إلى هي اسم؟ كلا. هل هي فعل؟ كلا. هل هي حرف؟ نعم هي حرف. ما الحركة الظاهرة على الكلمة الواقعة بعد إلى؟ المطبخ. كما تلاحظون يا صغاري الحركة التي تقع في آخر الكلمة هي الكسرة. هل تعرفون يا صغاري ماذا نسمي الحرف إلى والاسم الواقع بعده؟ يا صغاري الحرف إلى يسمى حرف جر، والاسم الواقع بعده يسمى اسم مجرور. أحبائي، الحرف إلى ليس حرف الوحيد الذي يسمى حرف الجر. يوجد عدة أحرف جر، مثال في، على، من، عن، بي، لي، ك. ويجب أن تعرفوا يا صغاري أن الاسم الذي يقع بعد الحرف الجر يسمى اسم مجرور، وتكون الحركة الظاهرة على آخره هي الكسرة. الآن يا صغاري لنستخرج من النص الأحرف الجر والأسماء المجرورة. سنضع دائرة حول الحرف الجر ونضع خطا تحت الاسم المجرور. تابعوا معي. دخل الثناء إلى المطبخ. إلى حرف جر، المطبخ اسم مجرور. فوجدت جدتها تنخل الطحين في المنخل. في حرف جر، المنخل اسم مجرور. أسرعت لمساعدتها. لي حرف جر، مساعدتها اسم مجرور. أضافت الجدة إلى الطحين الماء والملح والخميرة. إلى حرف جر، الطحين اسم مجرور. بعد ذلك قطعت العجينة إلى أقراص صغيرة. إلى حرف جر، أقراصا اسم مجرور. ثم تحول العجين في الفرن إلى أرغفة شهية. في حرف جر، الفرن اسم مجرور. إلى حرف جر، أرغفة اسم مجرور. أحبائي، إذن حذفنا من هذه الجمل الجار والمجرور. هل يكتمل معنا الجملة؟ فلنجرب. دخل الثناء إلى المطبخ، فلنحذف إلى المطبخ، يبقى دخل الثناء. هل عرفنا إلى أين دخل الثناء؟ كلا. إذن إذا حذفنا الجار والمجرور لا يكتمل معنى الجملة. إذن يا صغاري تتألف الجملة الفعلية من فعل وفاعل، ويمكن أن يتم معناه بحرف جر، نحو في، على، إلى، من، عن، بي، لي، ك، وباسم مجرور بعد حرف الجر. هذه القاعدة يا أحبائي مخصصة للحفظ غيبة. أتمنى عليكم أن تشاهدوا الفيديو عدة مرات.
حتى تفهموا شرح الدرس جيدا وأن تحفظوا القاعدة غيبا. إلى اللقاء.